عليكم حبيبي وصحابي كاع لي فانز ديالي معكم سامي راي كيما ديما مالك الراي المغربي اللي كيحماق عليكم اللي كيموت عليكم من اش واقع بيان سور آه بالنسبه للمشكل اللي بقى لنا فاس انا والاخ ديالي الشاب سيمو اللي راه حاضر معنا كما آه كيما درت في جميع التعليقات يعني في جميع الحوارات ديالي الصحفيه آه كانت عندي السبت السهره في فاس وش وش وشكرا كان من هذا المنبر كنحيي الجمهور ديال فاس اللي جا حاضر معنا الوغ جلست لحد واثنين وثلاث كنا بغينا نمشينا نشوفوا العائله ديالنا يعني ندير واحد النظره في العائله سلاس الرحيم داك الشيء باش باش ثلاث بالليل نشدوا الطريق الشاب غادي يطلع لبلجيكا وانا جمع الحوايج ديالي في الطوموبيل غادي ندير قنيطره آه ابخي طنجة باش نطلع نلتحق بليكيب ديالنا اللي صورنا كما كان كما قلت في التصريحات الكيب اللي صوروا معي الاغنية ديال قصة حب الجديد ديالي الكليب اللي تصور في شفشاون في مدينة طنجة كان عندي الطالوناج والتورناج آه الطالوناج والمونتاج الوغ آه مشينا ناخذ دي ساندويتش بالليل اون بورتي باش نجدو بهم الطريق آه خدينا لي ساندويتش حنا واقفين في واحد الفروج الشاب آه سيمو واقف القدام انا واقف موراه موريح واحد مول الطاكسي هذاك مول الطاكسي اللي لدرجه ثار الانتباه ديال الناس كامل الساكنه طا 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 كيكلاكسني بواحد الجهله لدرجه شنو قلت لك مره مع شي مره في عنده في الطاكسي ولا شي واحد مريض ولا آه سيمون بغاش يحيت هو كان قدامي ما خرجش يحيد ما بقاش يحرق السطوب لان كف ثقافه غربيه الوغ اضطرت اشعل الضو الخضر آه فاش شعل الضو الخضر داز سيمو هو يدوبلني ذاك مول الطاكسي بحال هكذا ومشاو براكا سيمو يعني بحال زعما بغى يقول بان راه هذا ما بغاش يحيد له الطريق براكه الوغ واحد القصه سي مودا بيديه بيديا كنشوف انا غير من البعيد هكا موراه بطوم كيشير قال له حشومه زعما الليل هذا وانت كتكلاكسوني وهذا الوغ كنتفاجئ بان هذا السيد كيخرج من الطاكسي جمع جنويه وجي عند سيمو انا بقيت كنشوف كنقول شنو ديال بقيت كنضحك شي كن شي كنحلم ولا حتى هو ما عرفناش حنا خوت وما عرفناش بان حتى كل واحد في طوموبيلته حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالها؟ تختار الزمن المنطقة المدة التي تناسبك نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج واحد <applause> الوقيتة هو وي المضا شير عليه تشير الأولى دابا كيطلع الجاج أنا ما كذبش عليك قلبي كيزدح كي واحد الوقيتة قلت ما كيقولوا كي المغاربة ربحة بكل صراحة لويت جاكيط على يدي هبط عنده قلت له ماشي عنده قلت له اش كدير قال لي انت ماشي شغل كذا قلت لك راه خويا قال لي كيفاش خويا كيشوفي ويشوف فيا ما كنتشابوش وما طاحتلوش كاع البار سامي راه شاب سيمو ما شنو بان له شكون حنا شي وحدين المهم اكس ما عرف يمكن ما عرفناش مع السيد سكران وبداك الحاله ما واش عنده شي مشكل واش مسخر شي واحد اكس ما عارف شنو واقع بيه هو شنو عنده في دماغه ولا شنو واقع له انا قربت عنده ذكي ماشي عنده هو راجع باللور وهز لمضة في يديه و الوقيته في الدقيقه 90 كيوقفوا دي موطار واحد الجوج بوليس وقف واحد جرني بعدني قال لي اخي سامي قال لي دابا انت راك سامي تبارك الله معروف كده غادي الناس غيتجمعوا عليكم وهذا هذا ايفيتي هذا قلت له انا ماشي المشكل معايا راك انا يضرب خويا انتم ما حضرتوش في شنو واقع هذاك الاخر درعوا وداه لي حيد له السكين وقال طلع في الطاكسي ديالك الاخر ركب في الطاكسي ديالو شي نص دقيقه هكا وزاد بقينا حنا شادين في البوليس علاش تطلقوهم قال لا حنا بغينا نديرو الخدمه ديالنا ما بغيناكمش ما تكرفصوا ويجيو الناس يصوروكم وكذا ودي واحد النظره عليكم قبيحه هنا في فاس وكذا قلت له اخويا شنو قلت لك تطلقوا قلت له دابا انت جيتي ما درتيش الخدمه ديالك بقينا كنتغوتوا على كيفاش توريني خدمتي قلت له جيتي ما ما درتيش الخدمه ديالك لدرجه واحد طويل فاش قال لي ما كنت صاحبي واش عجبك راسك قال لي راني فيا 190 تكتب بها تبارك الله طويل وعامر قلت له يكون فيك 14 متر راه نفس الدبله ملي كضربوا الحر واخا خي غير عرق راه اي واحد ما كيتحرج ما كتحكرش ما تبقاش في ميطو في, في جوج ميط ولا راه بنا النفس ديالو الحر ديالو الرجوله ديالو اللي كت اللي كت الحمد لله حنا ماشي باسطه الو خينا كانت تزيدوا الهضره قلت له دابا ماشي الموضوع ديالنا انت بوليسي ما خصكش تضرب هذا المنطق حضرنا السيد اللي عندنا مع المشكل لا صيفطيه ملي شاف راسه تزير انا هزيت البورطاب بعات بغيت نعيط للصحافه ونبلبلها هو مع الصحافه يقول سيمون غادي نتكلف هو عيط لضابط الشرطه القضائيه الشاف ديالو كانوا ديما بالليل بلي جا حضر دوك يجمعوا الناس هكا شويه الطريقه باش وقف جايب واحد العجراف واحد قصير وعامر واحد بلا ما نذكر السميه ديالو راه بعدا معروف فاس ظالم يعني شرطي ظالم هذاك السيد معروف اللي كي تقول السيد راه ما عندناش معاه وما كيحملوش كاع الساكنه د فاس الوغ شنو دار؟ جا عند هذا بدا مع بواحد الطريقه قبيحه كاع ماشي كيهضر مع ما ننتوش لا فنان لا كمواطن نقيقي بزويون يعني باين ماشي ولد ولد هاجي انت راه لا الورق ديالك راه لا لا جيت عنده قلت له اخويا اه السيد ضابط ولا هاد السيد اللي انت كتهينو ديرو قدامنا راه دور الناس راه الناس كيقولوا كي اللهم دمك قلت له راه فنان كبير وهاز الدريه البلاد وماشي شي واحد شفار حنا اللي كنطلبوا حقنا وهاد البوليس انت اللي جي كتقول لنا تغوت الورق كدا راه هما اللي ما خدمتهم وحنا خصنا نتابعوكم قال كون غادي نمشيو للدوزيام نديرو المحضر ديالنا قلنا له مع من نديرو المحضر؟ البوليس ما عندناش معاه مشكل حنا انت ما عندناش معاك مشكل في راه السيد اللي هربوا البوليس في راه اللي كان سكران وهز لمضه ومول الطاكسي لان الدوله عطيها بيرمي فيل تثيقها فيه كونفيونس في راه هذا هو اللغز قالك لك واصل نمشيو لتما غادي نجيبوه حقا داك الهضره ديالو حنا تقناه في الامن الامن فوق الراس ركبت انا في الطوموبيل مع البوليس مشينا حنا دخلنا للكوميساريه اجي آه يتفرج ديك الساعه وخصها يعرفوها الشعب المغربي يا حسراته كما كيقولوا تقلبوا علينا داروا لنا بحال شي بحال شي مجرمي بحال الدياب ما كنهضرش على البوليس هذاك آه بالضبط ذاك الضابط ومعه واحد البوليسي لدرجه قال لي واحد البوليسي هذه آه ما نكذبش عليك اخويا ما مرت تنسالي هذه غير نشوف شي بوليسي كنتفكر هذا الكلمه هذه قال لي انتوما المغنيين انت غير شيخه بعدا كنجي غير نزها عليك نضرب عليك الكاس ونعلق عليك 20000 فرانك 200 درهم وانت عندي غير شيخه قلت له انا شيخ انا اللي اللي كيجيو يتفرجوا فيا 200000 و300000 نطلع في المسارح الكبيره ونهز الراي البلاد خارج وداخل الوطن انا شيخه قال لي انت شيخه قلت له برافو قلت لك الضابط فاش كتسمع شنو كيقول لي ماشي شغلي بحال حنا في شي محلابه كيفاش بوليسي عادي وانت قرايدي يا كيعاير مواطن وعندك وانت كتفرج وسكتي هذا راه غريب هادشي الشيء يعني بداو كيبروفوكيونا باش يوقع الصداع سيمو كيقول لي ريفلكس اخي سامي انا ساكر. انا كنشوف بحال كنضحك واحد الوقيته بدا كيدير السيمو المحضر جبت له المحضر عطار بدا كيقرا السيمو قال له ماشي هذه ما نسنيش ماشي هذه الهضره اللي قلت لك قال له راني قاري ومثقف راه انجينيور ديال ديسانت باسيمو ماشي ماشي امي ولا ياك سبع سنين برا قلت له راه راه كنعرف كنقرا العربيه الفرونز اللي بغيتي قال له هذا ما نسنيش عليه ما هو قال لي دير معايا المحضر قلت له ما نديرش المحضر معاك ما ندير المحضر علاش ندير معاك انت المحضر ولا مع البوليس انا ما عنديش معاكم مشكل انا عندي مشكل مع مول الطاكسي خصك تجيبوه انتوما درتو ايرور كيتسمى ايرور خطا تقني ما اديتيش القسم ديك اللي اديتيه ما درتيش فاش شافوا راسهم وحلو غادي يمشيو للبوليس ويمشيو كذا ويجرب السنسله هما يلصقوا لنا واحد التهمه شنو هي؟ اهانه موظف داخل العمل وانا صور. السيمو جبد كيصور السيمو زولو له التليفون بعد البوليسي وحنا باقيين في الاطلس وديالو عاود الولو يديه تطيح له تراسلو قالوا طفيو التليفونات حيت عيط لي واحد الصحفي صديق قال لي خيس ضغط لي هذا الوقت شنو فينك اخي سامي قلت له راه واحد المشكل وقع كنا باغيين نفاريو على انا علاش ديجا داك البوليس فاش تما داك الطويل اللي عندك داك ودا بس لي راسي وقال لي اخي سامي راه من لي فانس ديالك والله الا من الصغر كنسمعك قسما بالله قال لي غيوقع تفاهم تما وسنا الريوس صافي كنت نسمح لهم شي بحالنا هو يقول داك الضابط هو سمع الصحافه وكدخف خاف على راسو حيت عرف راسو ما دارش الخدمه ديالو بوليس غادي يخاف على راسه بغا يلصق لواحد المواطن تسهم اذا ما دارش الخدمه ديالو هو يقول له لا 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 ديروا المحضر ديالكم داروا المحضر ديالهم حنا ما درنا المحضر ما سنين لحد الان كيهزوا التليفون كيعيطوا نائب وكيل الملك ما قالوش سامي راي يشب سيم ولا فرتلان ولا واحد المواطنين راه جاوب بطريقه باش وصلوا له السيد دار خدمته قال لهم اعتقلوهم راه شتموا القذف وما خلوناش في الزنقه ودخلنا وملكميزة. يعني داك الشيء اللي وصلوا له وجابوا شي شي شهود شي شي وجوه ما, كانوش كاع حاضرين بهذا تما جابوهم شهود ولا شو ولا كتعرف البوليس راه الا بغى يطيح لك الباطل يطيح ليك الباطل الا الا كان كيخاف من الله حنا ما كنعموش ما كنقولش البوليس الامن الله لا يخطئ الامن كاين امن الله يعمر راس الاصدقاء ديالنا ومع عائلتنا امن مثقف قاري واعي ابر الامن تبقى الله ودماغ تبارك الله يعني يحير فيلسوف في العلم ديالو ولكن خدام في الامن وكيادي المهمه ديالو دي حنا كنهضروا على هاد الجوج وهاد الضابط الظالم انا كنسميه انا مازال ندير عليه اغنيه الضابط الظالم خصو ياخذ المجرى ديالو القانون ياخذ المجرى ديالو فهاد السيد ماشي البوليس يسقوني يقول كتهضروا على الامن حنا الامن امن هنا كنحماقوا على الامن ليش كل كيسكتو في المحافل ديالنا في المهرجانات في في لي سبيسيال الامن اللي يخطي علينا كنموتوا حنا على البوليس الجدارميه المخزنيه العسكر السيكوريتي حنا ملي كنطلعوا في المحافل ديما اول حاجه كنقولوها وراك ربما الصحافه ديالكم المحترمه حضرت معنا في جوهره في بزاف ديال دي, ال... دي فيستيفال كبار اول كلمه شنو كنقول ويدخلوا المستمعين يدخلوا يديروا سامي راي لايف ولا سامي راي هي عطيونا تحيه على الامن هو الاول عاد كنبدا نحيي فينا وفي الناس و... يعني حنا ما عندناش مشكل مع ال... لا يخطي علينا الامن لان الامن هو اللي في هذه البلاد الحمد لله بلادنا بلاد الديمقراطيه والسلام والله يسر سيدنا اون فيت انا واحد النقطه اللي بغيت نهضر عليها بزاف ذاك السيد الضابط اللي دانا لا بي جي اللي بغيت نسول هو شاف اول حاجه حنا حنا اللي جايين نطلبوا الحق ديالنا <applause> صدقنا حنا هو المشكل آه وذاك مول الطاكسي ما, ما جبدوهش لحد الان لان عندي الرقم ديال الطاكسي عندي الرقم ديال الطاكسي اوغوزمون خديتو ذاك النهار ثانيا التعامل اللي تعامل معايا انا في الاول وحال شاد شي ارهابي نورمو المغرب معروف بحقوق الانسان حتى الا شديتي شي مجرم خصك تعرف تتعامل معاه والطريقه كيفاش كيجبدني ويدي الواليد دي زولي ترجع زولي لا دوزيام فوا التليفون ديالي تطاح التليفون فاش الواليد دي طاح التليفون تهرس الطريقه كيفاش كذب كي علينا قالنا نمشيو للولايه الزق دايرنا في في, في في السيلون فاش دخلنا في السيلون قلنا له فين جايبنا واحد الطريقه شاف فينا قالنا غدا بالضحك زعما انا واعر عليكم غدا نديرو نديرو نديرو, نديرو, نديرو 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 المحضر وحنا عارفين البلاد ديالنا راه ما انا انا بعد انا كيعيش في اوروبا انا كنقول هذه البلاد راه ما فيهاش هذا الشيء واللي كنبغي نقول كنحيي كنحيي الامن عندنا صحابنا بزاف الامن والسلاح الحموشي حنا ديفان ديالو وعندنا صحابنا يعني بزاف اللي خدامين في الامن اللي كنحترموهم وكيحترمونا ويجيو يتصوروا معنا هما اللي كيسكوتيونا في, في يعني في الفيستيفال يعني هذا الشيء اللي داروا عيب وكنتمنى يعني من السلطات اللي مكلفه يعني يتدخلوا إيه ويشوفوا شنو هو المشكل لا كنا حنا ظالمين يعني حنا يعني يعطيونا العقوبه هذا الشيء اللي بغينا نحمو <تصفح> شي باش نهضروا عليه هذاك كان... حنا حنا ملي فان ديال تبارك الله انسان ديمقراطي كي كي, كي... نيشان الوالد ديال الامن اللي كانوا جهلوا التحيه من هذا المنبر هذا النا... الوالد ديال الامن ديال فاس كلشي كيعاود عليه الله يعمر راسه البوليس فاش داونا هربوا بينا قلت فش قلنا نمشيو للولايه نديروا غنجيبوا حقه ما نجيبوا هذاك الولايه نديروا محضر في الولايه وهربوا بينا للزواغه هذوك الناس ديال قال لك ما عندهمش الحق يجيبوكم لنا خصهم يحطوكم عندهم هما هربونا من سونتر فيل باش الريحه ديالنا ما تشمش الصحافه والناس هربونا وحطونا في واحد الجهه هذوك بعد هذوك الناس اللي لقينا في ذاك الجهه الحمد لله تعاملوا معنا كاملين مزيان لا لا البوليس ديالهم الله يعمرها سلعه هما قالوا لنا هذا لا يعقل ضابط خيل ضابط من بلا ما نذكر لي والله خي سامي وكون لي وقع يعني لك معايا المشكل اللي حشمت نقول لك عطينا انسان محترم لا انت لا شاب يعني كتباك الله نهار السبت كيتفرجوا فيكم وليداتنا كتغني غناو ونقي يعني كت كتبرعونا في المحافل يعني لدرجه ما عندنا شيء في الحياه ديالي يعني ما عمري دخلت الكوميسيري ما عندي حتى شي الحمد لله بيض ما عمري تسجنت ولا شي قاضي يعني ماشي يولي بوليسي يدخلك ظلما تبات يومين وانت يظلمك هذا لا لا يرضاه الله ولا يرضاه سيدنا نصره الله وسيدنا في الخطاب ديالو كيقول لك اللي مابغاش يدي الخدمه ديالو يمشي بحاله هادو ما ادوش الخدمه ديالهم خصهم يمشيو بحالهم انا كنهضر مع الراي العام دابا هنا آه فاش مشينا للكوميساريه ديجا الحمد لله يعني خدينا واحد التجربه ما عمرنا ما تحطت رجلينا في في الكوميساريه يعني 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 حس حسن السيره عندنا ما عمرنا ما وقع شي مشكل والحمد لله ذاك الضباط اللي كانوا تما كل مره كانوا كيجيبوا ضباط يعني كانوا كيتبدلوا افواج كلهم كانوا كيقول لنا ما كانش عليه عليه يدير لكم هذا الشيء وحنا كنا في بلاصته نتعاملوا معكم بواحد الطريقه زوينه حيت انتم ماشي مجرمين حنا جينا نشكي على الحق ديالنا يعني, يعني ما عجبهمش الحال الحمد لله تعاملوا معنا مزيان وتال الاخوه اللي كانوا موجودين تما تا هما فرحوا بينا وشحال من واحد كيقول كي لك كا كانت شي حاجة يعني تمنيت نقول نتلقاكم يعني في شي بلاصة أخرى وهذا مي بون نخليو حنا 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 العدالة ولا ولا البوليس ال... أنا كنحيو من هذا المنبر ونخليهم هما أبا الخدمة ديالنا نهضر مع الرأي العام والشعب المغربي إلا كان شي واحد بالشعب ولد الشعب مسكين ما في حالوش يديرو له بحال هكذا ها جريمة هذه والجريمه يتعاقب عليها اللي كيدير الجرم هذا يعني هاد الناس هادو خصهم ياخذوا حقهم في القانون هادشي اللي كنطلب وشكرا والله يقدر الأمن تحيه كبيره وعواش مباركه لكاع الامن ديال المغرب ولسيدنا الحموشي وكاع القاطي وكاع المغاربه وكاع الناس ديال فاس <applause>